السلام عليكم. السلام عليكم. نقصلو شويه. هذا وين دخلنا للدار. والله غير مازال ما صليناش المغرب. الظهر والعصر صليناه برا. هذا وين دخلنا. بون، انا قريت واحد التعليقات يقولوا لي انت غير تامني. ايه، انا في وليدي غير نامن. الله غالبا هذه كبده، والكبده واعره. وهذه اللي انا ثقت فيها. وسلام، اهلا انا. السلام، اهلا شوشو. سلام. المهم هذا وين دخلنا، ما عدناش بزاف. استنيناها حتى كانت 8 غير قريب، ما تعشيناش، كنا برا. انا والله ما فطرت، راني بلا فطور. نقسم لكم بالله غير رانا عيال وما فيه بلا فطور، ما عدا ما نحلفش شرنا عاد القهوه، استقهوينا برك. هذه اللي اوف، استغفر الله. هذه خاطش انا نسكن في الكاطريه ميطاج، شغل عييت. هذا وين دخلت، قلت بالخف نفهمكم واش كاين ونروح نتوضا ونصلي المغرب، راني روطار. هذه عندنا مده وحنا معاها اون كونتاكت. وش بيا، هذا وين دخلت، كانوا يتمسخروا بيا ومرايان. الحنا للدار الحمد لله دخلنا. المهم هذه انا وياها من رمضان، وانا وياها اون كونتاكت. كانت غير تطمع فيا، غير تطمع فيا، غير تطمع فيا، وما تخميش وراني معاك ونعاونك وما ونجي لك للدار. ومن بعد محمد، استنى ماما حبيبي، استنى ماما كواسيت لي التليفون، عاود رجع. المهم قلت لكم رحنا استنيناها، سيتي بريفي تعطينا معلومات، سيتي بريفي تورينا التصويره. قالت لنا ما نقدرش نبعثها لكم، لازم تجو نتلاقاو نهضروا، وان شاء الله ما تلوموش فيا. ما تلوموش فيا، ما تقولوش كيفاش امنتي انا يمات. انا نامن، الله غالب هذيك كبده، والكبده واعره. وصرا لي كل غارق القشه ويتعلق فيها. اوف، استغفر الله. في ميزان الحسنات على بالي، حاجه ما تضيع عند ربي. ربي معنا ان شاء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل. وبربي ان شاء الله راح نشتكي بها. ما عنديش معلومات بزاف، عندي غير واحد الكونت، وهاني كي دخلت لقيتها بلوكاتو. بصح عادي نجبدوها. المهم الشده في ربي. عاد وسي التليفون تاعك دقيقه. المهم الشده في ربي سبحانه، وان شاء الله الشده في الله. انتم برك ادعوا لنا دعوه الخير. انا راني تعبت عييت. الحمد لله ليك يا الله، الحمد لله على ما عطى الله. اللي قالوا لي علاش راكي غير تامني، انا غريق واتعلق بقشه، انا غريق واتعلق بقشه. انتم برك ادعوا لنا دعوه الخير، وربي يلاقينا ان شاء الله في ساعه الخير. هذا مكان ما تنسوناش بالدعاء، وما تخموش، ما نسمحلهاش وما نسكتش. الله دوكا راح عليا الحال، لازم نروح نصلي المغرب ديجا. والله غير راح الحال تاع الصح. يكثر خيركم وعاونونا غير بالدعاء خاوتي وخياتي. يعطيكم الصحه وربي وكيلها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كاش محبي تقول، هذه هي عائلة ياسر، هكذا حياتنا. كل ما جينا رونسينيوم ونمشوا، كل ما جينا معلومه نمشوا. وكما كانت تهضر لكم ام ياسر، ما الغرقان بالقشه يشد، الانسان اللي غريق في القشه يشد. الحمد لله على كل حال. والله ما نندموا، والله ما نادمين على واش رانا نسعاو. علاه؟ خاطش كل معلومه تجي واحد يراطيها يقول بالك هذه هي المعلومه الصحيحه. صح، إنسان يسعى ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله. اللي يسعنا وعاوننا في قضيه وليدنا، يعاوننا بمن يعاوننا بالدعاء، دعونا بالمعلومه، دعونا يعاوننا عن ظهر غيب مستجاب كلش. المؤمن هذا هو مؤمن مصاب. نسعى واللي فيها الخير يسهلها ربي. فصوم ماناش حابسين الا من ناحيه المعلومه اللي تجينا، ولا من ناحيه المعلومه اللي نقدموها للسلطات المعنيه، يعني بالقضيه تاع ياسر اللي هو الامن ولا الدرك ولا كذا. ربي وفقنا وربي قدرنا،
ما تنسونا تخلص دعائكم، الله يرضيكم الله وانا ثاني درك نصلي المغرب حتى ولا راه روطار، والله غندعي لكم يلي جبرتوا بخاطري الله يجبر بخاطركم. امين يا رب. يلي راكو تدعوا لي يكثر خيركم ويرحم والديكم. امين يا رب. واللي لوموا فيا نقول لهم ما تلوموش، انا غرقان وفي قشلنا نشد، يكثر خيركم ويرحم والديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.